السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة عن الحاجات اللي ضد الفيديو اللي فات. يعني المفروض ان احنا طلعنا حاجات المفروض مش قد كده، كواليتي بتاعها ضعيف، او مثلا كنت جبتها ومعرفتش استخدمها كويس، عشان انتوا قلتولي على المسكة دي ان هي مسكة جاتو طلعت فعلا جميلة جدا في الجاتو والحلويات، وجربت بيها ان انا كنت عندي حاجات يعني مثلا ايه حاجات مقلية، فبتشيلي مثلا من طبق وتقدمي، فالمسكة دي حلوة في المسكة في الحاجات الباردة. فكتر الف خير كل الناس اللي كتبت في الكومنتات لها ايه دي مسكة جاتو وحاجات باردة وكده. فتعالوا النهاردة نقول ايه الحاجات اللي المفروض ان انا ما استغنيتش عنها، واستخدمت كل الحاجات دي من ساعة ما اتجوزت معادة ده، قلت اطلعه لكم كده. بس ايه، معايا واحد تاني زيه، بس يعني ايه قلت اما اغسله فمعايا البديل اللي قلت اوريه لكم. المهم يلا نبدأ. بتاع دي بتاعة التفاح، كنا جايبينها مع بعض في مشترياتي. في حاجات في دول في مشترياتي وحاجات مش موجودة، يعني كانت ممكن جات لي جبتها بعد او نسيت اصورها او فدوت. المفروض ان هو بتقطع التفاح، ناس خوفتني منه كتير او في الكومنتات قالوا لي لا ده انت بتدوسي كده فالحديد ده بيطلع لبره فايدينا بتتعور، خدي بالك. الحمد لله ربنا ساترها، بقالي كتير داخله في شهر ونص اهو بستخدمها، جميله جميله جميله. كل ما اقدم لحد تفاح واقطعها بيعجبوا جدا بشكل التفاح، فالبتاعه دي هاتيها على ضمانتي. وانتي طبعا لو هتقولي لا اخاف اتعور، انتي هتمسكي من هنا وتدوسي، مش هتدوسي على دي خالص، مالكيش دعوه بدي. حتى لو اتكسرت منك لا قدر الله فانتي ايدك في السليم، انتي بتدوسي كده مش هتيجي ناحيه المدوره اللي جوه دي، تمام؟ دي حلوه هاتوها جدا. دوت احنا جبنا كام مفرمه توم؟ جبنا تقريبا 4. جربتي ده؟ ما جربتش الباقيين لسه، بس ده اوعي ما تجيبيهوش. انا ممكن الاقي كومنت كده ملوش لازمه، انت ليه بتقولي اوعوا ما تجيبهوش؟ ممكن واحده تبقى ما معهاش، فما تجبريش حد على حاجه. الحاجات دي اكيد هتجيبيها لان دي هرس التوم، ده للتفاح، حاجات رخيصه، مش واحده بقى بتجهز بحاجات ب 100000 جنيه دلوقتي نازله تجيب الصيني مثلا ب 10000 ولا ب 15000 وشويه الحاجات دي اللي هتقف عليها. بس بجد الحاجات دي بتفرق معايا في يومي، فانا قلت اقول لكم اللي حابب يجيبها يجيبها، اللي مش حابب براحته. هرسه التوم دي فرقت معايا، هي عايزه قوه شويه لان انت بتدوسي بتحطي التومه وتدوسي كده فبتطلع من الناحيه دي، عايزه قوه. قعدت ادوس 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 جامد، بس عجبني في الاخر النتيجه اللي هي اديتها لي. جبت دي اونلاين، قلت لكم عليها كانت ب 25 جنيه بلاستيك، قلت ايه التفاهه اللي انا فيها دي ملهاش اي 30 لازمه وملهاش اي 30 معنى. لما جيت اتجوزت بقى واشتغلت عليها حطيت الطماطم وقفلت عليها وبقيت امشي في السكينه من الفتحات دي كده كده، بقيت اطلعها حلقات. البصل بتاع صينيه البطاطس الحلقات بقيت اعمله برده حلقات. اي حاجه حابه تقطعيها كلها حلقات نفس المقاس. كل اللي عليكي بتمسكي الحاجه كده اهو، بتقفلي كده وتحطي الحاجه جواها وبتمشي بالسكينه كده على الحاجه نفسها، تمشي كده اهو فبتطلع ايه مدوره. دي لو لقيتيها هاتيها عند اي واحد، متهيألي هتبقى رخيصه شويه عشان انا كنت جايباها اونلاين ب 25 او ب 30. المفروض ان الكبات دي انا عندي منها اشكال كتير جدا. استخدمت ده عامله رز جنب الجمبري، فده عجبني جدا 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 جدا. مش كب بقى مدور لا ده ورده. قلبت الرز لقيته حلو، هتلاقيه مش غالي، هتلاقيه رخيص، يعني ممكن هتلاقي 3 ب 10 فرنين، وفعلا انا كنت جايبه 3 ب 10. بس مش النوع ده، يعني هو النوع دوت الواحد كان ب 14 اهو، مش عارفه من مش فاكره كنت جايباه منين، تقريبا من رنين برضو. بس انت هتلاقي ال 3 ب 10 فرنين في اشكال حلوه لو هتعملي كب للرز. انا عاجبني الشكلين دول عشان بقلب فيهم رز وحاجات وكده، فبيديني الشكل ده في الطبق بالظبط، التفاحه الورده المعرفش ايه. طبعا كلكم عارفين، مش انا يعني لسه متجوزه من كام يوم، انا اللي هقول لكم. الشاكوش ده لما قلت لكم هو ليه غالي كده، كان ب 55، هو تقيل. يعني انا حتى لو قلت مثلا ايه حد بابا قال لي ايه ناوليني شاكوش مثلا او سمير، ف
يدق بيه عادي مفيش مشكلة، لأنه تقيل ومتين ومعدن بجد. دوت يا جماعة للحوم والبانيه والبفتيك والحاجات دي. لو انت شايفة ان هي تخينة بترفعيها من هنا، لو عايزة ان هي تبقى منقرشة بتعملي بيها من هنا. حلو جدا. في منه بقيت خشب بس منصحش بيه لانه عند ماما والايد اتكسرت. فانت لو عندك بقيت خشب وحلو معاكي ما تحسديش نفسك وتقولي لي بقى في الكومنتات لا عندي يا اختي وحلو. فما شاء الله عليكي طالما بتاعك حلو ما تفرطيش فيه. الهرسه دي برضو هرست بيها جزر وبطاطس وحاجات كده عجبتني قوي. ما تجيبيش مقيد بلاستيك برضو عشان الايد البلاستيك بتتكسر. هاتي معدن اهي منها فيها البلاستيك اللي من جوه ده جوه، فدي كلها منها فيها. كان عندنا قبل كده برضو اللي هي ايه ده اكليريك، ما كانتش بلاستيك كانت اكليريك شفاف كمان، لقيتها اتقطمت. فالهرسه دي خطيره 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 خطيره. ده كان ب12 ونص، الراجل قال لي فيه ب7 ونص ساعتها انا فاكره، وفي ب12 ونص. قلت له لا هات لي الغالي، كنت خايفه من الايد دي لا تسيح. بس طبعا انت مش هتسيبيه بقى طبعا في الطاسه وانت بتقلي وتنسيه كده، لا اكيد مش هتنسيه. ده بقلب بيه وبطلع البطاطس في منتهى الجمال، وحاجات رخيصه اهي عشان ما حدش يقول ايه الكواليتي ضعيف ومعرفش ايه. الحاجات دي معظمها رخيص، مفيش غير الشاكوش بس ابو 55. والله العظيم البتاعة دي رهيبة. شوفي احنا جبنا كام طقم توزيع في مشترياتي قبل ما اتجوز، بس ده فرق معايا اكتر واحد فيهم ده. سبحان الله بيطلع كمية بطاطس وبيصفي حلو والمعدن بتاعه حلو. ما تجيبيش منه الرخيص بس عشان ايه ما يصدش وتقولي منك لله آية. عصارة الليمون اكيد كلكم اكيد عارفين كل الحاجات دي، بس انا بقول اللي فرق معايا وعشان البنات اللي لسه بتجهز وهتجيب. العصارة دي عجبتني. الاول كنت بعمل ايه، اصل انا في بيتنا كنت بمرد الليمونه كده عشان ماما ما عندهاش عصاره، فكنت بمرد الليمونه كده وعصورها لقيت نزلت كل الميه بسهوله جدا. فمره بعصر ليمونه قدامه رحت فتحت كده حطيت الليمونه بالعكس، المفروض ان انا بقلب الليمونه النص على وش، رحت انا قلبها على ظهر وبعصر لقيت الميه بتطلع لفوق. قال لي ايه ده، قلت له اصل احنا ما جبناش عصارات عندنا في البيت يعني مش عيب، ما كسفتش دي عصاره ليمون يعني مش تلفزيون ولا حاجه. فقال لي لا ده انت تقلبي الليمونه يا شاطره وتدوسي كده هتلاقي الميه نزلت. قلت له ايه ده بجد، وجربتها طلعت رهيبه رهيبه. عندي واحده تانية بلاستيك بس لسه ما استخدمتهاش. ايه كمان، شايفين كل ده كوم اهو، ودي كوم تاني خالص. دي قطعه بطاطس حلوه ورهيبه رهيبه رهيبه. بتطلع لي الحاجه مشرشره، حبيتها اكتر ما حبيت اختي شيماء. حتى لما بعمل صينيه بطاطس اللي هي الحلقات دي، بطاطس الحلقات بعملها بدي تطلع مشرشره وشكلها وهم. دي كانت الاتنين ب10 وبصراحه معجبه بيها اكتر حاجه في بيتي، مفرحاني جدا. فلو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب علشان اروح افتح الباب. البيت شيماء اكيد جابت السحور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.